ماشي عكس الاتجاه بالموتوسيكل على كوبري اكتوبر ليه؟ عشان الدنيا زحمه. تقدر تعمل كده قبل كده؟ قبل ما كان يبقى ما فيش مرور كما يجب كنت تقدر تطلع على كوبري اكتوبر بالعكس؟ مبسوط يعني ان انت بتكسر القوانين؟ لا مش مبسوط بس انا عايز اخلص يعني. فاكر هيسحبوا الرخص دلوقتي؟ يسحبوه؟ عايزين ياخدوا الموتوسيكل ياخدوه هيعملوا وياخد الرقم وخلاص. مش همك لا مش همني. ليه؟ ادفع ال 100 جنيه غرامة. 500 جنيه ادفع. يعني انت رايك ان احنا كلنا نخالف القوانين وندفع؟ كلنا بس احنا كلنا نكون ملتزمين، لما يكون رئيس الوزراء ملتزم احنا نلتزم. دخل رئيس الوزراء واقف يلتزم احنا نلتزم. ايه دخل ده في ده؟ نعم؟ ايه دخل ده؟ الناس عايزه اقابلهم ما رضيش يقابلوني. بتتكلم على انهي وزراء؟ اللي مسكوا الايام دي؟ اللي مسكوا الايام دي لحقوا يعملوا حاجه؟ من اول رئيس ما عندناش رئيس جمهوريه. رحت لرئيس الجمهوريه. لا انا بتكلم على الايام دي، احنا ما عندناش رئيس جمهوريه الايام دي. ما انا بقول لك رحت رئيس الجمهوريه برضه ما رضيش يقابلني. ما عندناش احنا حضرتك رئيس احنا بنتكلم على الوزراء دلوقتي عصام شفيق. بنتكلم على دلوقتي. احمد شفيق ما رضيش يقابلني. بس انت هتكسر القوانين؟ هتكسر اي حاجه بقى. انت شايف ان البلد هتبقى كويسه لو كلنا عملنا زيك؟ انتوا اصلا لو انتوا تبقوا كويسين احنا نبقى كويسين. مين انتوا؟ كل الناس. يعني انت كل الناس تبقى وحشه فانت تبقى وحش؟ بالظبط كده. انت كده كويسه ترضي ربنا انت كده؟ الحمد لله الف حمد لله. خلاص ترضي ربنا وارضي ربنا خلاص؟ طبعا ماشي ربنا عشان بعمل الصح. ربنا يبارك لك في اللي بيعمل الغلط بياخد جزاء. ما تقطعوش الحاجات دي. يعني اتمنى انتوا ما تقطعوش الحاجات اللي انا اتكلمت بيها دي، لو انتوا رجاله وعندكم كرامه اعلنوا الحاجات دي.